شهر سبتمبر هو شهر التوعية بسرطانات الأطفال. يمكن أن تشمل أعراض وعلامات سرطان الأطفال ما يلي: سهولة الإصابة بالكدمات أو كدمات لا تزول، وجود كتلة غير عادية في الجسم، الشحوب والتعب غير المبرر، وفقدان الطاقة، وفقدان الاهتمام بالأشياء، ألم لا يزول في منطقة واحدة من الجسم، عرج أو صعوبات في التحرك، الحمى غير المبررة أو المرض الذي لا يزول، الصداع المتكرر غالباً مع الغثيان أو القيء، التغيرات البصرية مثل عدم وضوح الرؤية، فقدان الوزن غير المبرر. لخدمات الكشف المبكر الاتصال على 107 خدمة حياك أو على 16060 خدمة نسمعك. بالمعرفة والوعي نحمي أنفسنا.